السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها المرأة في مشارق الأرض ومغاربها، إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين، أنتي والأهلك والوليدات ديالك وأحبابك البعيد والقريب إن شاء الله، وتكوني من الذاكرات لله سبحانه وتعالى، المستغفرات، مصليات على حبيبك وشفيعك يوم القيامة، من مستغفراتي ومن الزارعات للنخيل في الجنة ديالك إن شاء الله، في القصر ديالك إن شاء الله، ومن كذلك الواضع كنوز في الجنة ديالك وفي المقام ديالك إن شاء الله، بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالشاكرة للنعم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، نعم كثيرة سبحان الله عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، الشاكرات له ذلك بقولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أختي كنهديك هذه الباقة ديال الورد، ها هي تبارك الله، هذا هو الوقت ديالو، موجود عندنا في منطقة روكا، ها هو رائع 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 رائع، كنهديه لك هدية مني لجميع المحبين، محبين زموريا روكا، بطريقة كلامها، بتلقائيتها، بعفويتها، كذلك المشجعين لها بالطريقة ربما عشوائية. أنا كنقول دائما عشوائية، وخا البعض كيقول لي لا راه ماشي هذا الشيء كله عشوائي، ولكن الحمد لله والشكر لله، أنا أهم شيء هو أن الكلمة توصل، والفكرة ربما تكون شي حد ما متبادرش على الدين ديالو ويقوم بها، ويكون اجر وثواب لينا اجمعين. هذا هو الهدف الاسمى من القناه، وان الفكره اللي عندك تحاولي توصليها للاخر، وتهما راه في التعاليق ديالهم كيعبروا وكيقولوا افكار اخرى حتى هي اللي كتخليك انك كذلك يولي عندك باجاج، كيولي عندك واحد القاموس ديال الافكار الرائعه المختلفه. وهاد القناة راها منكم وليكم، ما نطولش عليك أختي. اليوم بغيت نخدم معاك بإذن الله، راه شي 3 أيام هادي ونبغي نخدمها، بغيت نخدم معاك هادي، ما نحاولش نبين السمية باش ما يبانش. هاد النوع ديال سميتو ديال هذاك معروفة به منطقة إيطاليا، بلد إيطاليا معروف فيه بزاف، يعني في راس العام كيكون واحد الأنواع ديال باندورو، سميتو باندورو والاخرى والله تنسيتها، كاين جوج انواع، وحده اللي كتكون فيها معمره من الداخل بداكشي ديال الزبيب ولي كانديني وده هذاك سميتو والقشور ديال الليمون معسلين وكلشي، وحده كتكون خاويه عاديه، ومعروف عندهم في العيد الصفح، يعني كي يديروا كيكون عندهم كولومبا. انا هذه كولومبا بقات ليا، حليتها هذه شي تقريبا شي ما كاملاش 4 ايام ولا 5 ايام، فيها الزبده بزاف، الزوج ديالي ما بغاش ياكلها بزاف، انا ما قدرش انني نكملها بوحديتي، قلت لماذا لا، علاش لي ما نحاولش ان ندير لها ريسيكلاج ريسيكلاج، ونحاول نديرها شي حاجه اللي بشي طريقه فنيه ناكلوها بجوج ونحيدوها ما تضيعش، لان نعمه ديال الله، وديجا الانسان شاريها فلوس وكل شيء، والضايع ما كيبغيش الله سبحانه وتعالى، زياده على ان الحاجه الانسان اللي كيشريها كيحاول انه يحاول انه يستعملها ما يضيعهاش، وفي حالة كان باغي سميتو يديرها يحاول يعطيها للحيوانات، فريخات بريكات، يعني تكون منها استفاده، ما تكونش ضايع، لان لا اله الا الله محمد رسول الله، الانسان راه يتسال على كل حاجه كيديرها. على ذكر كولومبا، كولومبا باللغه الايطاليه يعني بسم الله على بركه الله، غنبدا نقطع بحال هكا غنوريكم وغندوي معكم على هاد كولومبا. كولومبا باللغة الإيطالية يعني الحمامة، والحمامة راه معروف، الحمام الأبيض راه الحمام راه هو رمز للسلام، وحنا كنتمناو إن شاء الله بأن الكرة الأرضية كلها تكون في سلام وأمان يا رب العالمين، وكذلك أن الكرة الأرضية ربي يرفع ليها هاد البلاء وهاد الوباء اللي صابها كامل يا رب العالمين. ونقول لكم القصه ديال هاد كولومبا، علاش بالضبط كيديروا هاد النوع ديال سميتو. ها هي الشكل ديالها، على شكل الحميمه، ها هي، ها هو الرويس ديالها، ها هما الجنيحات ديالها، ها لا كوه ديالها، مؤخره ديالها، يعني على شكل حمامه. القصه ديال هاد الحمامه كترجع قصه دينيه، قصه دينيه عندهم هما، وتحنا عندنا حنا ما كنديروش هادشي ديال لك، حنا عندنا في الدين، لان حنا الحمد لله ديننا كيامن بجميع الديانات السالفه
وهو راه دين عند الله، ان الدين عند الله الاسلام بوان فينال. يعني ماشي كيامن بجميع ما تنزل على الرسل كاملين. لذلك كولومبا كتعني حمامه، وكتعني الحمامه بالضبط الحمامه اللي غادي يصيفطها سيدنا نوح عليه السلام، نوح ابو الانبياء عليه السلام، صيفطها في الفتره اللي ربي نزل الغضب ديالو والطوفان ديالو على الكره الارضيه. ونوح عليه السلام كان صنع ديك السفينه، سفينه نوح كان صوبها الله اللي وحى ليه انه يصوبها ويقادها. المهم راه قصه طويله، انا غنقول لكم باختصار. يعني صوب ديك السفينه وكل شيء، وربي قال ليه بانها بان الوقت اللي غادي التنور، يعني الكانون عندنا حنايا بالمغربيه، الوقت اللي بالك الماء كيخرج منه، عرف بان هذاك هو الفتره اللي خصك تركب في السفينه. تو فعلا ركب في السفينه عليه السلام سيدنا نوح، هو القوم المؤمنين معاه، وكانت فئه قليله، كانت فئه قليله، وهز من كل حاجه. راه كاينه قصه في القران، وعلى ذكر القران اخوات الله يجازيكم بخير، كاينه قصص من القران، من القران الكريم، حاولوا تخدموها لوليداتكم. الحمد لله الانترنت ولا موجود في اي دار، اليوتيوب موجود في اي دار، يعني تخدميها لوليداتك، تخلي لهم حب الانبياء وحب الطفل من طبعه انه كيبغي القصه، لانك تنمي الذكاء ديالو، المقدره ديالو، اشياء كثيره. لذلك استغلي اختي هاد الشيء، وغرسي فيه القيم، غرسي فيه حب الانبياء، حب الصحابه، حب بهاد القصص اللي كاينه، قصص من القران. وكرروها هاد المره، هاد الفيديو عاوتاني غنعاود نكررها، قصص من القران، ماشي ديري قصه سيدنا نوح، غادي يخرجوا القصص كثيره، ديري في القران الكريم، لان القران هو اصدق الكتب، وبان من غتسرد القصه غتسرد كما انزلت في القران. اختي الله يجازيك بخير، راه كاينين سرد ديال ناس اخرين، ولا ديال اقوام اخرين، ديال الديانات اللي سابقين اخرين، بطرقهم، باشيائهم، بانهم القران، لانه الحمد لله ربي حافظه، بقى هو ما تبدل فيه لا حرف، ما تزاد فيه حرف، ما تبدل فيه حرف، يعني بقى ربي حافظه سبحانه وتعالى. اما الاخرين راه داز تحريفات، داز بزاف الحوايج، داز حكايات من واحد لواحد كيحكي، كل واحد كيزيد بالشكل ديالو. المهم ما نطولش عليك، هاد القصه ديال سيدنا نوح عليه السلام نكملها لكم من وجد. المهم ها هي قطعنا هذه ديالنا كامله، قطعتهم شويه غلاد، شي مشكل، بغيت نحيدها حقيقه. عندي هاد الجلب، عندي هذا، هذه شوكولاشو، كدير بالحليب، كدير سميتو شوكولاشو، راه معروف الشوكولات الساخن كيستعملوه هنايا الاغلبيه في سميتو، في كيستهلكوه اكثر لا في الدار، ولا ملي كيخرجوا لي بار، ولا ملي كيمشيو سميتو الجبال كيكون ثلج وكلشي، كدير دوموند هذه كتشربها، يعني كتحس بواحد الطاقه، واحد الانتعاش، واحد السخونيه، لان الشوكولاته معروفه غني بالسعرات الحراريه، غني باشياء كثيره. المهم هذا موضوع اخر، غنحاول انني نخدمها مع الحليب ان شاء الله ونكمل لكم القصه. كناخذوا الحليب، هنا القاعده العامه اللي معروفه هنايا في هنا بان 130 مليلتر في ساشيه. انا غنحاول ندير تقريبا نص سيترو، وغندير فيه جوج ساشيات باذن الله. راه ديجا فيه السكر، يعني ما نحتاجش الحليب ندير فيه السكر. كنحاول باش ما يبانوش السميات، لان المباشر اشهارات للسميات. وغنحاول نخلط ان شاء الله، وغنشعل النار مهيله، وغنبقى نخلط فيه ان شاء الله حتى يولي عاقد. هاهو شفتو اختار، هاهو غنخليه برد دابا شويه ونخدمو ان شاء الله جميع. هاهو شفتو بدا كيختار، هاهو بدا كيختار، ها ان شاء الله عيبرد شويه ونخدمو جميع ان شاء الله تعالى. هاهو الشكلاط ديالنا خاسر، هاهو مو
ممكن ديري كريمه ديال الشوكولات اللي كتصاوب في الدار، ممكن عده الطرق. انا درت خدمت بهاد لي ساشي، هاد الخنيشات حيت عندي انا لبست هاد القالب، لبستو مش كيقولوا ليه بابي سولوفان سيلفيريزي، ها هو غذائي يعني ماشي مضر، ماشي اميكا عاديه، ميكا اللي كتلائم مع الغداء مع الغداء ديالنا. وغنبدا على بركه الله بهالطريقه، طريقه سهله ومبسطه، ولكن غتحبك انك بالنسبه للناس اللي عندهم ياكلوها ما تبقاش تضيع عليهم، وغادي يكون الريسيكلاج. هي بحال هكا كنحاول نعمرها كامله. ونكمل اختي على الاسم ديال كولومبا. نوح عليه السلام الوقت اللي الطوفان راه سمعت بانه اخذ المجموعه ديال الناس اللي تابعينه، الناس المؤمنين كانت فئه قليله، كيشي كيقول 13 بعض العلماء شي كيقول 15، والله حالي بانه ياخذ من كل الحاجه ديال الحيوان، ياخذ منها ذكر وانثى. يعني الا خذ دجاجه ياخذ معها فروج، الا خذ حمامه ذكر كياخذ معها الحمامه الانثى. يعني الله سبحانه وتعالى اللي امره باش انه ياخذ هادو بانهم ياخذ، لان كانت البشريه كلها غتفنى، لان كانت ديك السفينه كلها كتمشي في واحد شي امواج عاتيه بحال الجبال، عاتيه ديك الامواج، ونجات من داك الطوفان، جات منه فقط ديك السفينه. يعني ديك السفينه كانت هي البدايه ديال سميتو ديال حياه جديده، ديال حياه جديده ديال ناس جداد. لذلك داز فتره طويله وهما في ديك السفينه، وفي ديك الفترات طلب من الحمامه لا كولومبا، هاد السميه ديال هادي الحمامه، طلب منها انها تمشي تجيب لي شي غصن، يعني واحد العويد من شجره. مشات منه بالاولى ما جاب ليه والو. اش كيعني هذاك؟ كيعني بان راه الارض باقا كلها ما، يعني ما كاينش شي مكان اللي جاف فيها ونقي. صيفطها المره الثانيه، دازت مده طويله، صيفطها المره الثانيه، وهادشي كله راه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، لان الانبياء راه كيديروا داكشي ديال الوحي ديال الله سبحانه وتعالى ليهم. دارت صيفطها المره الثانيه، صيفطت جابت لي غصن فمها بحال هكاينه في المقار ديالها، جابت لي غصن عامر كله غيس. اش كيعني هذا؟ كيعني بان راه الارض بدات شويه كتجف، بدات الارض داك الطوفان راه بدا شويه بدا كيدير. المره الاخرى جابت لي غصن، داك الغصن جابتو ليه نقي، يعني ما فيه لا غيس لا ما لا والو، صافي عرف الارض بانها راه جفات وكلشي، عرف بان في ديك اللحظه خاصهم ينزلوا دوك المؤمنين باش غتبدا صيروره الحياه وبدايه عالم جديد بديك الفئه المؤمنه اللي كانت بديك الفئه المؤمنه اللي بها غتبدا حياه اخرى ديال البشريه. هذه القصه ديال كولومبا. انا دابا مع قطعه الفيديوهات كل مره كنخدم حاجه ما عاودتهاش لكم بالتسلسل. نتمنى من الله ان المغزى تفهموه ما معنى كولومبا، هاد الحلوه اللي كنخدم بها، وكيف المغزى ديال هنا ديال المسيحيين شنو هو الهدف ديالهم، وراه كاين عندنا حنا في رواياتنا في الدين ديالنا. وان شاء الله تعالى نعاود نكررها اخواتي، حاولوا تحبوا وليداتكم في سميتو، تحاولوا تحبوهم حاولوا تحبوهم في القصص ديال الانبياء.
حاولوا تحبوهم في القصص ديال الانبياء، وفي سميتو وقصص تكون من القران الكريم، باش الله سبحانه وتعالى يبث فيهم داك الروح وداك المحبه وياخذهم كقدوه ليهم ان شاء الله تعالى. وحنا عارفين التربيه في الصغار كنقش على الحجر، هذه راه اقوال قالوها الناس اللي قبل منا. ها هي دابا غندخل الثلاجه تشد شويه في بعضياتها، وبعد ان شاء الله نكملها الشكل النهائي. ها هي بعد ما خرجتها من الثلاجه كنحاول داك الشوكولات اللي بقى ليا نديرو فوق منها. اختي ممكن ديري اي كريمه عندك في الدار، انا عندي موجود، هذا هو اللي درته. ممكن تصوبي كريمه منزليه، ممكن داكشي اللي عندك موجود في الدار. انا راه كنخدم داكشي اللي عندي في الدار. هيا حاولت انني نغطيها كامل بالجوانب. عندي واحد ياغورت عكيدور، جبتو باش نخدم به شي وما خدمتش به، اذا بقى عكيدور. انا ولا الزوج ما كناكلوش. غنحاول انني نخويه من هنا. اختي راه تبدعي بالافكار اللي بغيتي. ممكن تزيني بداكشي اللي عندك، انا كنت كنخدم داكشي اللي عندي ماشي. ها هي اختي طريقه مبسطه جد سهله. ها هي مذاق راه كيجي رائع، وكذلك المنظر من الداخل كيجي رائع. كتجي لك الطبقات بالصفر وبالشوكولا كتجي رائعه، وكذلك هاد التحسينات اللي كدير فيها. اختي زينيها بداكشي اللي عندك في الدار. شفتوا انا درت اليوغورت ودرت داك شوكولا شو، يعني ماشي شي حاجه، اللي داكشي اللي عندي موجود في الدار. ها هي جد رائعه، نتمنى من الله انها تعجبكم. راها ريسيكلاج، لان احنا معروف عندنا في الفتره ديال راس العام وفي شهر في شهر 4 كيكونوا هادو موجودين عندنا، ممكن دير بهم ريسيكلاج. الا تلاقى هاد المناسبات مع ذكرى المولد ديال شي حد من وليداتك، ممكن ان بهاديك ديري فيها التنسيقات وتعاودي لها هاد الريسيكلاج، وديري فيها حسب داكشي اللي عندك وتفرحي وليداتك بمناسبه الميلاد ديالهم. ها هي جد رائعه، صحة وراحة. معكم الزمور يا روكا دي إيطاليا. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.